هو هيثم بلادي يبلغ من العمر 25 عاما، كان معتقل لدى السلطات الإسرائيلية، أمضى محكوميته التي ربما تقدر بأربع سنوات، ثم عادت القوات الإسرائيلية لتطارده مجددا. تقول إسرائيل بأنه ينتمي لكتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس. عملية الاغتيال نفذت عبر مسيرة هجومية أطلقت صاروخين صوب المركبة التي كان يتواجد فيها بلادي بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، فيما قتل الشاب الخامس الذي كان يتواجد بالقرب من المركبة. الجثث كانت متفحمة تماما وفق شهود عيان، واشتعلت ألسنة اللهب بالمركبة. طواقم الإسعاف وصلت وحاولت سحب الجثامين ونقلتها إلى مستشفى ثابت الحكومي. طواقم الدفاع المدني حاولت إخماد النيران، وصلت بعدها تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة إلى مكان الحدث، لكن الجثث كانت نقلت. وفي معظم الأحيان كان الجيش الإسرائيلي عند تنفيذ عمليات اغتيال مماثلة يحاول احتجاز الجثامين وسحبها معه. في هذه الأثناء مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية يتعرض لحصار مطبق. تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت وحاصرت المخيم من كافة الجهات والمحاور، فيما تقوم الآليات والجرافات العسكرية بضرب البنية التحتية وتجريف الطرقات، وأيضا هدم أجزاء من المنازل وممتلكات المواطنين والمركبات. وقع اشتباك مسلح، وهذا ليس الأول في هذا المخيم وفي المخيم المحاذي له، مخيم نور شمس، اللذان يتعرضان لهجوم كبير من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التي تدعي بوجود خلايا مسلحة كبيرة في داخل المخيمين، وهذه الخلايا تتبع لحركتي الجهاد الإسلامي وكذلك لحركة حماس. لكن للمخيمات الفلسطينية خصوصية مختلفة عن باقي المدن والقرى نظرا للدهاليز المختلفة لهذه المخيمات وصعوبة دخول الآليات العسكرية، حيث تلجأ إسرائيل إما لإدخال قوات مستعربة وقوات خاصة لتنفيذ عمليات الاعتقال، وإذا لم تنجح في ذلك فإنها بدأت تلجأ مؤخرا وخصوصا بعد 7 أكتوبر لتنفيذ عمليات الاغتيال عن بعد من خلال المسيرات الهجومية والانقضاضية.